دي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لشركات الأدوية، لابد من إن شركات الأدوية تتعاون مع الجهات البحثية دهية ومع المنتجين اللي هنا عشان تطلع منتج بعد كده اللي هو الناتشرال برودكت. دي مهمة جدا. النقطة الثانية لازم نخش نتعاون مع بتاع الفارماكوجنسي بتاع العقاقير والفارماكولوجي التأثير الطبي مع كلية الطب عشان نقدر نوصل معاهم، لأن في بعض النباتات ليها أهمية علاجية قوية جدا، وده الأساس، إن أي علاج بيكون على أساس المادة الفعالة الموجودة فيه من الناتشرال برودكت. فدي مهمة جدا. النقطة الثانية عملية التسويق، ودي لابد طبعا دي كلمنا عليها، لازم اعرف المواصفات التصديريه والكلام ده. بس هنا مهم في الاخر ايه؟ ان كل الجهات دي كلها تبقى موجوده مع بعض في كومبوننت واحد. بس كل فرع منهم يشتغل لوحده وفي الاخر يقعدوا مع بعض ويشوفوا هيعمل ايه. انما هنا البحث العلمي شغال لوحده، البحث الجمعيات الاهليه شغاله لوحدها، كليات الصيدله لوحدها، كليات الزراعه لوحدها، مفيش تجميع للجهات المتخصصه دي انها تقدر تعمل حاجه. يعني انا عندي اجهزه الصيدله مش عندي، هو عنده حاجات انا مش عندي، طب ليه ما يبقاش في تكامل؟ فدي مهمه جدا عشان ما يحصلش. شكرا. بس الايام اللي جايه حضرتك، انا بس ردا على السؤال، انا حضرتك كنت في الخارج، الايام اللي جايه حضرتك لا هيحتاجوا منك شهاده تصدير ولا هيحتاجوا منك، لو حطيتها في الارض حتى لو مطلعها من الارض هياخدوها. دي ظروف طارئة. مفيش اكل في العالم. دي ظروف طارئة. حضرتك كلنا عارفين خبر الدولار النهارده. حضرتك بص خلينا النهارده حضرتك لو اديتها لهم السعوديه والدول وفي دول في اوروبا كانوا حضرتك بياخدوا مننا الحاجه كده. بس خلينا نصيغها بشكل تاني، ويعني مش عايز اقول لك مفيش، خلينا نصيغها بشكل تاني، وهي يعني خلينا نصيغها بس بشكل تاني، انا هستوقفك هنا، بس خلينا نصيغها بشكل تاني، وهو الفرص. الطماطم دلوقتي هتبقى ب 100 جنيه كيس. استاذنا يعني بص طب خلينا يعني نقطة نظام، انا ماشي اللي حضرتك بتقوله دوت هو الفرصه، في فرصه، والفرصه خلينا نقول انها فرصه مؤقته، مجرد ما الفتره اللي هتيجي هتعدي هتلاقي الناس كلها بدات تلزم الدول تاني بالمواصفات، ولكن في فرصه. في فرصه. احنا عشان كده احنا بنقول في خريطه الطريق ان قدامنا في فرص كتير، ازاي نقدر نستفيد من الفرصه ونترجمها لواقع ونشتغل عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس الزراعة أحمد علامة عبد الرافو من ضمن مشروع الابتكار الزراعي، وإحنا المظلة إحنا في المنيا، وجمعيات مناطق استصلاح الأراضي 9 جمعيات اللي هي مراكز مصر الوسطى، وكان المشروع مد علينا وكان أحد المكونات شركة سيكم جات عندنا وتتحول للزراعات العضوية، وإحنا استجبنا وعملنا ندوات كاملة ودخلنا بحيث نتحول الى الزراعات العضويه النظيفه من بعد ما تكون كيميكال تبقى ايه زراعات نظيفه ثم بعد كده العضويه. احنا بنعاني من المدخلات بتاعه الايه الزراعات العضويه، مع عدم توفرها موجوده، لان كل الوقت شغال كيميكال كيماوي يعني مبيدات وبتاع. الحاجه الثانيه، المطلب الثاني حضرتك، مبادره السيد الرئيس اللي هي فعلا ازرع مليون شجره، دي مشروع حلو جدا عشان الانبعاث الحراري وطبعا التغيرات المناخيه وبتاعتها. انت قلت حضرتك عملنا ندوات في هليوبوليس وفي المناطق في القاهره، لا احنا عايزين حضرتك اداره المكان او بتوع الازهر او الجهه المسؤوله عن الزراعه دي تنزل للقرى والجمعيات اللي هي هتنفذ من المزارعين كادارات جمعيات. احنا معانا المزارعين عندهم تشوق لزراعه البتاع، بس يكون الفني المضبوط. يعني احنا كان في واحد بيطالب كده بيقول نزرع عشان تثبيت الكربون في الجو، وده حاجه خطوه مهمه جدا، وده هتنفعنا لان مصر ان شاء الله هي هتبقى رائده العالم كله باذن الله في ايه؟ في الاكسجين والبتاع والانبعاث وتخفض من الانبعاث الحراري. بس عايزين احنا مين اللي الجهه المباشره اللي احنا نيجي نط
تطلب من الاشجار او تدير لنا او المكان فين عشان نقدر ننفذ على الطبيعه. وشكرا سعادتك. طيب خليني اجاوبك، لو عندك مشكله في عايز توصل لمستلزمات انتاج لزراعات حيويه. ايوه احنا موجودين في المنيا. تمام فين؟ احنا موجودين مكتبنا في مديريه الزراعه، واحنا شغالين مع تقريبا 16 جمعيه في المنيا. كويس. غالبيتهم تقريبا 10 منهم شغالين في نباتات تجاريه عطريه، والباقي شغال في البصل والثوم والفلفل ان شاء الله. جمعيات استصلاح الاراضي، انا بقول لك يعني احنا جربنا نشتغل مع جمعيات استصلاح الزراعي استصلاح الاراضي، وخلينا نقول ان احنا فشلنا. ليه؟ ايه ده؟ اجراءات روتينيه. لا اهلا وسهلا بيكم. احنا خلينا اقول لك بالطريقه المبسطه وفاهمين، احنا عندنا 6-7 جمعيات عند استعداد، واحنا المشروع الوقت حاليا احنا شغالين على النبات الطبي اللي هو ايه الشمر او الكراوي، في ناس بتسميه شمر او كراوي، وفي عندنا ايسول وكمون. عايزين الوقت، وانا من الناس اللي نشرت وعي الموضوع اهميه ان احنا نزرع نبات خالي من المبيدات الحشريه والفطوريه والمبيدات الايه السامه والضاره. فعايزين انت سيادتك، احنا موجودين عندنا غرب المنيا، عندنا موجود في الاماكن، تفضلوا تعالوا واحنا نسوق له كل المحاصيل المنتجات دي عشان نقدر من الفلاح. انما احنا جينا عشان الرش، كان اللي عندنا في افه المن والتلبس كان في المن السنه اللي فاتت في الايه في الشمر، وقلنا للمزارع اوعى ترش اي مبيدات حشريه، دي مسويد ولا كتفوت ولا برفوت ولا بتاع، دي مبيدات حشريه خطره. قعدنا ندور على الصابون اللي هو البوتاسي، ما لقيناش عشان نرش بيه. فيا ريت حضرتك تجينا وتشرفنا. ماشي يا مشكور. شكرا يا دكتور. تواصل معانا والمكتب هينزل لحضرتك، واحنا كل فتره بنحاول نعمل جوه محافظه المنيا، بنجيب الشركات مستلزمات الزراعات الحيويه بالتعاون مع سيكون او ايا كان الشركه. تواصل معايا وهوصلك للمكتب عندنا، وهتلاقينا بننزل. اتمنى ان احنا نعرف نشتغل. انا جربنا، احنا جربنا بقالنا سنتين بنجرب، بس احنا ما عندناش مشكله ان نزود جمعيات. انا ما بقولش لا، احنا هندي لك المعلومه وهنجيب لك الناس وهنكمل معاك. طيب بالنسبه معلش انا اسف طولت عليك يا اخواني، بالنسبه للشق الثاني بتاع زراعه الاشجار اللي هي المبادره دي، مين المباشر اللي نخاطبه عشان نقدر نقول مين وكيفيه وتنفيذها على الواقع من بكره؟ ممثل وزير الزراعه هيكون موجود دكتور علاء عزوز، اساله السؤال ده هتاخد اجابه مباشره. شكرا يا دكتور. شكرا.